بعد الاحتجاجات والتظاهرات الشعبية التي شهدتها محافظة ذي قار في الأيام الماضية، والتي صاحبها بصيص أمل بزيادة تجهيز ساعات تشغيل الكهرباء ببوادر ملموسة من حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يطالب الذقاريون بأن تعمل الحكومة جاهدة على توفير حياة كريمة للمواطن وتحسين الواقع الخدمي، سيما أنهم لا يطلبون إلا مطالب وحقوق مشروعة. والله العظيم مثل الحب تجي يعني شغلونها ساعتين باربع ساعات، ساعتين هاي تجي بتقطع، يعني فولتية تعبانة، كهرباء ماكو، تطلع برا حظر تجوال، تجي هنا يعني تفتح الماء الحار، ما يعني خدمات تعبانة بالعراق اليوم، يعني هي حتى بالقانون العراقي بالدستور أن يتوفر للمواطن الحياة الرغيدة والعيش الكريم. أتمنى من حكومة الكاظمي أن تقدم خدمات أكثر وأوفر المحافظة ذي قار، محافظة منكوبة عانت الكثير، وكانت أول استجابة المحافظة ذي قار هو تحسين وضع الكهرباء، الحمد لله وشكر، ونتمنى من باقي الوزارات أن تتحسن، لأن محافظة ذي قار عانت الأمرين بسبب الحكومات المتعاقبة والسابقة اللي التهت بالسرقات وعافت المحافظة. ذي قار التي تعتبر محافظة منكوبة عانت وتعاني الكثير عبر الحكومات المتعاقبة، يتأمل أبناؤها اليوم بعد تحسين واقع الكهرباء فيها من قبل حكومة الكاظمي أن يستمر الاهتمام في جميع قطاعاتها الأخرى الصحية والخدمية والتعليمية فيها. في الفترة الأخيرة نرى أن الحكومة واقفة عاجزة أمام هذه الخدمات، ولذلك تنتظر عندما تخرج التظاهرات التي تطالب بالحقوق العامة ومنها الكهرباء، نرى أنه يبدأ هناك تحسين لوضع الكهرباء أو الصحة وغيرها. فمن الأفضل والأجدر أن لا تنتظر أن تقوم هناك تظاهرات، أن تضع خطط استراتيجية تقوم بتقديم الخدمات الصحية الكهربائية التعليمية. أول مبادرة للحكومة المركزية الحالية هي زيادة ساعات تشغيل الكهرباء في محافظة هي الأكثر سوءا في الخدمات، فهل سيمتد اهتمام الكاظمي إلى بقية بناها وخدماتها بعد استنجاد مواطنيها به؟ منى البدري، قناة الرشيد الفضائية، الناصرية.